أسأل فضيلة الشيخ إبراهيم رضا، هو حضرتك شايف أن الأزهر من حقه أنه هو يسن القوانين؟ الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على من أرسله ربه رحمة للعالمين. تحياتي لحضرتك ولمشاهديك الكرام ولأستاذنا الفاضل ولكل من يرانا. خلينا نقول أن قانون الأحوال الشخصية له خصوصية كده، لأنه دايما في 99% إن لم يكن 100% مستمد من الشريعة الإسلامية. وحين نتحدث عن الشريعة الإسلامية فنحن نتحدث عن أهل التخصص الذين أفنوا أعمارهم في معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى. فأنا هعرف منين سن الحضانة؟ أنا هعرف منين المعايير الشرعية للزواج الصحيح؟ وإزاي الإسلام قدم نموذج الأسرة؟ وخلينا يا أستاذة ياسمين نقول حاجة، لا يوجد دين على ظهر الكرة الأرضية اهتم بالتفاصيل الخاصة من أول قولي زي ما أنت عايزة، إزاي أعد الاتنين للزواج؟ إزاي فترة الخطبة بتكون؟ طب لو اختلفوا في نص الطريق نعمل إيه؟ بعد كده الإيجاب والقبول وما يتعلق بأحكام الزواج والطلاق والكلام ده كله. إحنا حين يتدخل الأزهر فهو يتدخل لتقديم المادة العلمية وليس لتقديم أنه هو من يشرع، لأن في حاجة اسمها مجلس النواب المصري، فهو بيقدم المادة العلمية. ولذلك اللي يقرأ الـ 192 مادة أو الـ 168 مادة زي ما يكونوا هيجد ان ده معنون بعنوان ايه؟ مقترح. يعني الازهر مش بيحاول ان هو يسن القانون، هو بيقدم مقترح فيما يتعلق بضوابط الماده العلميه اللي المفروض يتم بدليل على اساسها. ان ده بيتقدم للساده النواب علشان يبتدي كل واحد يدلي بدلوه ويبتدي ياخد شكل قانون من خلال مجلس النواب. مفيش قانون هيطلع في مصر الا من خلال جهه التخصص. طب